بسم الله الرحمن الرحيم. المقال السادس عشر بعنوان: أيها المصلح، هذه الجملة لك، بتاريخ 9/8/2015. أيها المصلح، هذه الجملة لك. أيها المصلح، تبتغي وجه الله إذا قمت بتنظيف بعض العقول المهملة منذ مدة طويلة، لابد أن يصيبك بعض الغبار، فعليك أن تتحمل حتى يثبت الأجر. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تقنط ولا تنزعج، وعليك أن تصبر، لأن الإصلاح يحتاج إلى صلاح، والإصلاح يحتاج إلى صبر. ولذلك قال الله تعالى: وتواصوا بالحق، وأعقبها مباشرة بقوله تعالى: وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.